الافكار اللي دخلتها. اول حاجه بتحصل بعد التنظيم بيعمل حاجه اسمها كده شباب تقييم، يعني بيقيم مجموعه الافكار اللي دخلت جوه عقله. في النهايه لما بياخد الافكار ينظمها ويقيمها هو بيوصل لحاجه اسمها المعالجه. المعالجه دي عشان يحولها من مجرد بيانات بتخش له الى معلومات. يبقى مهارات التفكير اهم نقطه فيها، ان ده اسمه استخدام القدره العقليه او القدره على القيام بالعمليات العقليه من خلال ان انا كبني ادم بستقبل معلومات فبنظمها واقيمها وكمان اعالجها اشوف اني صح واني فيها الخطا. طب حاجه تانية، التفكير او مهارات التفكير او انت ازاي بتفكر، التفكير بالنسبه لك هو عباره عن عمليه جمع معلومات. ازاي بتجمع معلومات؟ والمعلومات دي انت بتجمعها دايما عن شيء ما. والمفروض ان عقلك فيه حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الاحتفاظ. ليه؟ احنا عندنا ما يعرف بالذاكره، فدايما الانسان المفكر بقدراته المعرفيه بيجمع معلومات عن الشيء اللي هو بيفكر فيه فيعمل له حاجه اسمها الاحتفاظ. وطبعا الاحتفاظ ده يا شباب يقدر يسترجع المعلومه في اي وقت. ده كده بالنسبه لمفهوم المهاره. مفهوم مهارات التفكير هي القدرة على القيام بالعمليات العقلية أو هي عملية جمع المعلومات عن شيء معين. طبعا ده بيتم بالعقل، مش بحاجة تانية غير العقل، والإنسان بيحتفظ بهذه المعلومات ولما بيحتاجها بيستدعيها من الذاكرة. طيب دلوقتي احنا لما نيجي نتكلم على أنواع المهارات بتاعة التفكير، إمتى أنت تكون ماهر أو إيه أنواع مهاراتك في التفكير؟ فأولهم إن الإنسان فينا رقم واحد لازم يعمل حاجة اسمها التفرقة ما بين حاجة اسمها الحقائق العلمية والإدعاءات. دلوقتي إحنا عندنا حقائق علمية وعندنا إدعاءات، الحقيقة لا يوجد اختلاف عليها. زي نظام المية بتغلي عند درجة حرارة 100، ده حقيقة علمية مثبتة. اما الادعاء، واحد قال لك لا انا ممكن الماء تغلي عند 10 درجات، لا طبعا ده غلط. يبقى العقل فينا او البني ادم العاقل فينا لما يسمع معلومه بيفرق دايما ما بين هل هي حقيقه او ادعاء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم الانسان فينا يبقى عنده حاجه اسمها التمييز. يعني ازاي بيميز ما بين حاجتين مهمين جدا، ازاي يميز ما بين المعلومات ويميز ما بين حاجة اسمها الإدعاءات، والمعلومات والإدعاءات ذات الصلة بالموضوع المفكر فيه. طيب النوع الثالث من المهارة، مبدئيا لما تسمع حاجة انت سمعتها من مين وفلان اللي قالها لك ده مصدر ثقة او لا، يبقى لازم نحدد مصداقية مصدر المعلومات. مصداقية المصدر بتاع المعلومة أو بمعنى أوضح إحنا بنجيب المعلومة منين بالظبط. طيب أربعة، حد بيحكي لك رواية، حد بيحكي رواية، حد بيحكي لك موضوع، يبقى لازم أنت تعمل حاجة اسمها تحديد الدقة للمعلومات أو للخبر اللي أنت بتسمعه أو للرواية اللي بتتقالك. لان انا قبل كده قلت لك عقلك ده يعني هو يعتبر قلعه، والقلعه دي معناها انك عمرك ما هتقدر تخترقها الا بشروط. يبقى لازم يكون عندك دقه في معلوماتك اللي بتسمعها او دقه الخبر اللي بتسمعه او حتى دقه الروايه اللي بتتقال. طب عندي حاجه تانية، لازم تعرف ما هو الفرق ما بين الحجج. كلمه الحجه هنا معناها الدليل. لازم تعرف الحجج والدلائل، ولازم تكون كل حاجه عندك واضحه. يبقى التعرف على الحجج والدلائل الغامضه. ما تخليش حد يقول لك حاجه وانت تقول له طيب وخلاص وتسيبه تمشي، ده غلط. لازم تفهم كل حاجه وبيقولها. حاجه كمان، كل انسان فينا عنده تناقض، وكل معلومه انت بتسمعها عندها تناقض. يبقى في حاجه اسمها التعرف على اوجه التناقض او اوجه الاختلاف. يبقى نرجع تاني، انواع المهارات في التفكير النقدي او المهاره، حضرتك لازم تفرق ما بين الحقيقه والادعاء. تاني حاجه اسمها التمييز، لازم تميز ما بين المعلومه وتميز ما بين الادعاء ذات الصله. يعني لازم لما يكون عندك معلومات او ادعاءات
لازم تكون ذات صله بالموضوع اللي انت بتسمعه. ثلاثة، في حاجه اسمها مصداقيه مصدر المعلومه، اللي هو انت جايب كلامك ده منين او ايه مصدر كلامك. عندي بعد كده حاجه اسمها الدقه للمعلومات، يعني انا مش هجمع ولا هستقبل اي معلومات والسلام، لا لازم يكون دقه معلومات، دقه للخبر وكمان دقه للروايه. وانت بتسمع حاجه من حد او بتسمع اي موضوع او بتناقش اي مناقشه، الحجج اللي هي الدلائل يعني الغامضه لازم تعرفها، وكمان التعرف على اوجه الطمان. طيب ده بالنسبه لحاجه انواع اسمها انواع المهارات. احنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت قلنا الفرق ما بين الحقيقه والراي، هنفكركم بيه بسرعه عشان برضو الموضوع ده مهم. الحقيقه دي يا شباب معناها يعني شيء لا يختلف عليه الناس، دي الحقيقه. يعني لما نقول لك الشمس تشرق من المشرق، ما دي حقيقه. الصلاه ركن واجب في الاسلام، ما دي حقيقه. الصلاه ركن واجب في المسيحيه، ما دي حقيقه. الصلاه ركن واجب في التوراه، برضه حقيقه. اما بالنسبه للراي، فالراي ده دايما هو راي بيعتمد على حكم شخصي. يعني ايه حكم شخصي؟ يعني بالبلدي كده عندي واحد عنده اعتقادات، قاعد كده فكر مع نفسه وطلع اعتقاد، ده اسمه راي. يبقى الراي ده هنلاقي فيه اختلاف عليه. زي مثلا قبل كده برضو قلنا في الامثله، لو احنا جينا قلنا ان مثلا الرجل يفضل اللون الابيض او يفضل اللون الازرق، دي ما هياش حقيقه، انما يا شباب ده في النهايه انا بسميه راي. طيب هو انا دلوقتي لما باجي اعتمد على التفكير، انا بعرف بفكر ازاي اصلا؟ بفكر من خلال حاجه اسمها التعرف على الافتراضات. وما معنى الافتراض؟ الافتراضات يا شباب عباره عن الآتي. الافتراضات هو الشيء او الحاجه الذي يسلم بها الشخص ويعتبره بديهيا. زي ايه؟ زي المثال بتاعها احترام الابن لوالديه، ده مثال. احنا بنقول اتربينا وتعودنا على افتراض، والافتراض ده احنا لما كبرنا بقى بالنسبه لنا بديهي، لا كمان وبنعلمه لاولادنا واولادنا بتعلمه لاولادهم. فالافتراضات هو الشيء الذي يسلم بها الانسان او يسلم بها الشخص ويعتبره بديهي، زي احترام الابن لوالديه. يعني الطفل او انا لحد ما كبرت لازم احترم والدي، فده افتراض، وده احنا بنعتبره في التفكير بديهيه. دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه، التعرف على الافتراضات. التعرف على الافتراضات، بص يا سيدي، هي قدرة الفرد على تحديد المسلمات. كلمة المسلمات دي معناها الشيء اللي أنا معتقد فيه ومصدقه جدا، هو تحديد المسلمات التي ينطلق منها الآخرون. جملة كده يعني عايز أفهم. بص يا ريس، واحد قال أنا سأرتدي معطفي وسأصطحب. معلش متأسف. واحد قال سأرتدي معطفي اللي هو الجاكيت بتاعه وأصطحب مظلتي. الراجل ده لو أنا سمعته قال كده، الافتراض بتاعه إيه؟ حد فيكم عارف يجاوبني؟ الجو برد او شتاء. تمام، بمجرد ان انت تقول حاجه فانا ممكن افهم كلامك او استنتج منك اعرف افتراضاتك. فقدره الفرد على تحديد المسلمات التي ينطلق منها الاخرين، واحد مسلم جدا ان هو هياخد الجاكيت بتاعه
وكمان هياخد المظله بتاعته. فده بتوقع في بروده في الجو، ادي حاجه. الحاجه الثانيه بتوقع حدوث مطر. طيب عندي بقى شباب مهاره كده مهمه جدا اسمها مهارات الاستقراء، ودي جايه في الامتحان مهمه جدا وعايزاها فهم، مش عايزها حفظ. اول حاجه هو ايه الاستقراء ده؟ بص يا سيدي، الاستقراء هو دراسه حالات او حوادث. وكلمه حوادث هنا مش مقصود بها الحادثه اللي انت فهمتها دلوقتي، لا، مقصود بها الاحداث. يبقى هو دراسه حالات او حوادث جزئيه واقدر اطبقها على حالات عامه. لا مش فاهم، فهمني. بص يا حبيبي، لما اجي اقول لك مثلا ان 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 معدن الحديد بيتمدد بالحراره، ومعدن الالومنيوم يتمدد بالحراره، ومعدن النحاس يتمدد بالحراره، تقوم انت قايل لي بقى جميع المعادن تتمدد بالحراره. ده كده بالبلدي انا درست حاله حالتين، والحاله حالتين دولت انا لما درستهم طبقتهم على الكل. فعندي هنا في الاستقراء اكتر من شيء. اولا عندي استقراء بنوعه اسمه كده، الاستقراء من حيث الصحة والخطأ. فعندي من حيث الصحة والخطأ استقراء اسمه استقراء علمي. هو اسمه علمي، هو اسمه علمي، فمبني على حقائق علمية، اللي هو زي نظام المعادن. يعني نظام المعادن، احنا اتفقنا ان معدن الحديد ده بيتمدد حراره، الالومنيوم حراره، نحاس حراره، منجنيز بالحراره، اذا يطبق على كل المعادن قاعده التمدد بالحراره. طب ايه غيره؟ عندي استقراء تاني اسمه استقراء غير علمي. طب ما هو الاستقراء الغير علمي؟ هو استقراء غير موضوعي. ومعنى كلمه غير موضوعي يعني مبني على اراء ذاتية. قال طيب زي ايه مثلا؟ بص يا سيدي، مثلا نقول ان شعب مصر فيهم 3/4 بخلاء، هل ده ينفع يتطبق على الجميع ان هم بخلاء؟ لا. طب بلاش دي. واحد من الصعيد، من اخواتنا من الصعيد، نزل محطة رمسيس، اول ما نزل واحد بس اللي سرقه، فالراجل ده راح بلده قال والله يا جماعة ان مصر كلها حرامية، يبقى كان تقديره للموضوع هنا غير موضوعي او على اراء ذاتيه والمفروض ما كانش يعمم. فهو المثال بتاع الكتاب، الدكتور كاتب المثال بتاعه بيقول في شعوب بترصد سلوك شعوب تانية، فمش هينفع نقول ان الشعب المصري كله بخيل عشان مثلا بتوع الجيزه بخلة، مش هينفع نقول الشعب المصري كله بخيل عشان في 3/4 بخلة، مش هينفع انزل مكان واتسرق فيه فاقول المكان ده كله حراميه. لكن احنا دايما لما بنستقرئ بنستقرئ كده. يبقى اول استقراء من حيث الصحه والخطا، في استقراء اسمه علمي ده مبني على حقائق علميه، في استقراء تاني اسمه غير علمي وده استقراء غير موضوعي او مبني على اراء ذاتيه. طيب في من ضمن انواع الاستقراءات يا شباب، في عندي حاجه اسمها الاستقراء من حيث الشموليه. من حيث الشمولية بينقسم إلى اثنين، في استقراء اسمه استقراء تام، وفي استقراء اسمه استقراء غير تام. يبقى أنا عندي استقراء تام واستقراء غير تام. الاستقراء التام ده هو الذي يهتم بدراسة جميع الحالات الظاهرة قصاده. يعني إيه برضو دراسة جميع الحالات الظاهرة؟ عندي واحد باحث بيسأل شؤون الدراسات العليا عن النتيجة بتاعت الطلبة، فكانت إجابة موظف الشؤون أن جميع الطلاب تعدوا في درجة الامتحان 60 من 100.
هل ده معناه ان في حد فيهم سقط؟ ها؟ لا يا دكتور. لا كلهم نجحوا صح كده؟ ايوه يا دكتور. بس ده كده اسمه استقراء تام، استقراء تام ان هو قدر يدرس جميع الحالات او يسال عن جميع الحالات. طيب حاجه ثانيه، في استقراء اسمه استقراء غير تام. احنا من شويه قلنا معدن الحديد يتمدد بالحراره، قلنا فعلا، وقلنا معدن النحاس يتمدد بالحراره، قلنا فعلا، وقلنا معدن الالومنيوم يتمدد بالحرارة، قلنا فعلا، وقلنا ان معدن الفوسفات يتمدد بالحرارة. بس انا هنا عندي سؤال، السؤال ده عايز حد يجاوبوني، هو العلماء دول هل قاموا بدراسة جميع المعادن الموجودة في الكرة الأرضية؟ لا لا طبعا. لا يا دكتور لا. كلام محترم. كلام محترم. وبالرغم من انهم لم يقوموا بدراسة جميع المعادن الا ان العلماء قاموا بتطبيق قاعدة، عشان كده سموه استقراء، بس استقراء غير تام. لو انت بس مركز معايا سيكا، التام بندرس كل الحالات، اما الغير تام احنا قلنا معدن الحراره والفوسفات والالومنيوم والنحاس. فانا سالت سؤال وانت جاوبت اجابه محترمه، هل احنا كعلماء درسنا كل معادن كوكب الارض؟ كانت الاجابه بلا. يبقى معنى كده ده استقراء غير تام. يعني استقراء غير تام؟ هو ما درسش جميع الحالات، هو درس اجزاء من الحالات. يبقى ده الفرق ما بين الاستقراء التام والاستقراء الغير تام. طيب عندي بقى حاجه ثانيه اسمها الاستنباط. ايه بقى الاستنباط ده؟ بص يا سيدي، الاستنباط هو عكس الاستقراء. يا عم ما تلخبطناش، استنى بس، ما فيهاش لخبطه ولا حاجه. الاستنباط عكس ايه؟ الاستقراء. فقال لي ايه؟ اذا كان الاستقراء هو دراسة حالة جزئية للوصول إلى حالة عامة، فالاستنباط عكسه. الاستنباط هيبقى دراسة، الاستنباط هيبقى دراسة حالات عامة للوصول إلى حالة جزئية. قال لي طيب اعملها ازاي؟ بص هعمل. اولا الاستنباط ده مكون من ثلاثة مكونات، يبقى الاستنباط مكون من ثلاث مكونات. اول حاجة في المكونات اسمها كده مقدمة كبرى، اللي بعدها اسمها صغرى، اللي بعدها اسمها النتيجة. افهم يا باشا، المقدمة الكبرى عبارة عن ايه؟ عبارة عن قاعدة مقبولة، قاعدة كلنا بنقبلها. طب الصغرى حالات فردية من الكلية. طب النتيجة اسمها التعميم. انا مش فاهم حاجة ولكنك سمعت حاجه. القاعده المقبوله عندنا كلنا جميع الرياضيين اللي بيلعبوا رياضه لديهم عضلات قويه، ده كده العموم. طيب لاعبوا التنس، مش ده نوع من انواع الرياضه؟ قال اه. لاعبوا التنس الارضي محترفون رياضيا. الاستنتاج بتاعك يا معلم بقى، الاستنتاج بتاعك يا حبيبي ان جميع لاعبي التنس لديهم عضلات. تاني هو بيفهمك هنا الاستنباط، وخد بالك بقى، انا لما درست الاستنباط انا درست بدراسه تفسير،
ايه مهارة التفسير دي؟ مهارة التفسير معناها رد كل ظاهرة الى حقيقتها. يعني بالبلدي كده مفيش حاجة اسمها خرافات، ومفيش حاجة اسمها خزعبلات، مفيش حاجة اسمها ان فلان نعمل له عمل، ده كله كلام اهبل. لكن كل ظاهرة قدامك لازم تردها الى حقيقتها. مثلا لو جينا قلنا ان ظاهرة البرد والرعد، وده قلناها قبل كده، غضب آلهة. طبعا ده تفكير خاطئ، لان هو مش غضب آلهة ولا حاجة، انما كل ما في الامر ان الايونات سالبة حصل تصادم مع ايونات موجبة. يبقى في النهاية حصل هنا مع التصادم ده حصل الصوت وحصل المطرة وحصل البرد وحصل الرعد. يبقى كلمة مهارة التفسير هو رد كل شيء الى حقيقته. طيب هو ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بنعرفش نفكر، او ايه الحاجات اللي بتبقى واقفة قدامنا مشكلة في التفكير؟ فعندي عنوان كده اسمه عقبات التفكير النادي. ايه اللي بيخلينا ما نعرفش نفكر؟ اول حاجة تخلينا ما نعرفش نفكر حاجة اسمها الموروث الثقافي. ايه الموروث الثقافي ده؟ احنا عندنا في مصر موروثات ثقافية كتير خدناها من ابهاتنا وامهاتنا واجدادنا بتعيق التفكير. يعني ايه بتعيق التفكير؟ يعني عيب ان البنت ما جالهاش شبكة، عيب ان البنت يجي لها دبلة وخاتم بس، عيب ان البنت مش عارفة ايه بس، مع ان برة في الدول المتقدمة وبيتجوز بخاتم بس. فده موروثات ثقافية. من ضمن الحاجات الخطر عندنا جدا في بلادنا، حاجات اللي كانوا بيعملوها اجدادنا، بيقول لك ارقي فلان، هات عروسه واقعد خرمها كده، ده كله اسمه تفكير خرافي. من ضمن عقبات التفكير هو التفكير الاناني، انك انت تفكر في نفسك بس، او تعرف ايه الحاجات اللي تخصك بس فتبتدي تعملها وتتجاهل كل الامور السابقه. من ضمن الاخطاء الاعتماد والخضوع والسلطة. مش كل حاجة هيقولها مديرك يا صح، بتسمع كلامه بس من باب انه ما يخصم لكش، وبيكون غلطان وبتمشي كلامه وهو غلطان. من ضمن برضو المشاكل عندنا في التفكير او عقبات التفكير حاجة اسمها التعصب. والتعصب هنا ما هواش تعصب ان انت تبقى متعصب على حد، لا، التعصب هنا هو معناه التمسك بالرأي. وعندي مشكلة اكبر موجودة فينا كلنا، حاجة اسمها الاحكام السريعة. احنا بنحكم دايما، ودي غلطة في تفكيرنا، وانا اقولكم على فكرة، دايما بنحكم بسرعة جدا على شيء المفروض احنا نكون تحرينا فيه الدقة. بعد عقبات التفكير في حاجة اسمها الاساليب الخطابية والحجج. اول حاجة احنا عايزين نعرف يعني ايه كلمة الحجة الاول. الحجة يعني ايه حجة؟ الحجة تقدم لك سبب للاعتقاد او الرغبة في فعل شيء. يعني انت بتقدم حجة كده تقول والله يا جماعة انا هعمل كذا، فتقدم لك سبب للاعتقاد والرغبة في فعل شيء معين. طيب اما كلمة الخطابة جاية بالظبط من انت تطلع تكلم جمهور. الخطابة تعتمد على القوة الإقناعية، ازاي تقدر تقنع الآخرين. والقوة الإقناعية دايما بتعتمد على الكلمات. يبقى أنا عندي حاجة اسمها الحجة، حاجة اسمها الخطابة. الحجة انت بتقدم لنفسك سبب دايما للاعتقاد بشيء او انا مصدق الشيء ده. لكن الخطابة ازاي تقدر تتكلم مع الآخرين، بالعكس انت ازاي تقدر ان انت تستخدم بعض الكلمات وتدل بعض الكلمات دي ان انت عندك قوة اقناعية عالية. بس مش ده المهم. المهم بقى ايه؟ المهم حاجة اسمها نماذج الاساليب الخطابية.
أو النموذج الأساليب الخطابية ما هو حديث وما هو جديد. يعني إيه الكلام ده؟ دايماً الإنسان أي شخص شخص ما يقوم بإقناعك بيبيع لك بيعة بقى بيقول لك أي حاجة. هو شخص ما بيقوم بإقناعك بتجربة شيء جديد أو تشتريه والحاجة دي هتكون أنت مختلف فيها عن الآخرين. فهو بيقنعك يعني أن الحاجة الجديدة اللي أنت تشتريها ما هي إلا إقناع بشراء أو تجربة شيء جديد عشان خاطر تبقى أنت مختلف على الآخرين. وده أسلوب من ضمن أساليب الخطابة. طيب من ضمن أساليب الخطابة التانية إيه؟ من ضمن أساليب الخطابة التانية حاجة اسمها ما هو شائع أو ما هو منتشر. لأن كلمة شائع هو كلمة منتشر. ما هو شائع ومنتشر يا شباب دايما الناس بتاخد الأساليب ديت للتلاعب برغباتنا. ولما بتلاعب برغباتنا معناها الآتي. تلاعب برغباتنا معناها الآتي. إن هو دايما يقول لك إيه؟ إن خليك دايما غير الآخر. خليك دايما مش زي الناس. يعني دايما بيقنعك ألا تبدو مثل الآخرين. يعني ما تبقاش زيك زي غيرك. ما تبقاش انت زيك زي الشائع والمنتشر. حاجة اسمها الرحمة أو الشفقة أو الشعور بالذنب. ده برضو من ضمن الأساليب الخطابية عشان يقنعك. زي دعوات الخير. وحاجة كمان مهمة جدا زي إعلانات التبرع. إعلان التبرع دايما وهو بيعمل لك إعلان يجيب لك طفل صغير مش قادر يتنفس مش عارف يجيب لك واحد مش قادر يمشي يجيب لك شعور بالذنب إن ده تعبان ومحدش بيساعده. فده برضو من ضمن الأساليب الإقناعية. في عامل تاني اسمه عامل الجذب. وعامل الجذب ده معناه إيه؟ معناه هجيب عمرو دياب يعمل إعلان لبيبسي. فمعنى كده إن أنا بجيب شخصية مشهورة أو محبوبة. والشخصية المشهورة والمحبوبة دي بتكون بالنسبة لي هي مجرد وسيلة للجذب. ده بالنسبة لعامل الجذب. طيب حاجة تانية من ضمن الأساليب الخطابية حاجة اسمها الهجوم أو بنسميه البيع المباشر. يعني هجوم ويعني بيع مباشر. زي استخدام كلمة اشرب كولا. هنا الراجل وهو بيعمل خطابة معاك عملها مباشر. يعني ايه عملها مباشر؟ عمل لنفسه شعار. ما بعده في كلمات اسمها كلمات الرائجة. ايه الكلمات الرائجة او الكلمات المؤثرة؟ هي الكلمات التي تثير الحماس. طب ايه الكلمات اللي تثير الحماس؟ مثلا فودافون دايما يحط لك شعار القوة. ايوه انا دخلت اخي نورت يا باشا نورت يا معلم. ركزي بس من بصي ما تركزيش من هنا ركزي من اول ما اقول المغلطات. في اسلوب تاني اسمه اسلوب المراوغة. دلوقتي احمد صلاح صاحب شركة معجون سنان. معجون السنان اصلا معمول عشان تنظيف الاسنان بس ده المفروض. فاحمد صلاح عمل اعلان مراوغ. يعني ايه اعلان مراوغ؟ احب يكسب وحب ان يبيع مبيعات اكتر. فابتدى يتكلم معايا ان معجون السنان ده اللي هو بيعمله او بيبيعه بيدور حول النفس المنعش. فهنا الراجل برضه لعب معايا لعبه المفروض ان ده معجون سنان بتاع تنظيف الاسنان بس لا هو لعب معايا لعبه ان هو للنفس المنعش فيبتدي ان الناس برضه تقبل عليه. دي كده من ضمن الاساليب الخطابيه او من ضمن الاساليب اللي انا ممكن استخدمها فاقنع بها الناس. وانت بتذاكر الله يبارك لك ودي والله العظيم مهمه وجات في امتحانات سابقه. وانت بتذاكر خليك عارف وتبقى حافظ العنوان بس لكن طبعا اللي جنب العنوان ده فين
وطبعا كده كده يعني لو مش هتحفظ ماشي مفيش مشكلة، لكن تعرف تطلع العناوين دي من الكتاب. حاجة تانية يا دكتور لو سمحت، أنا كده فاتني كتير قوي قوي يا دكتور، أنا لسه داخلة عشان ما عرفتش. طب يعني عيد من تاني طيب؟ معلش والله غصب عني. لا حاضر عندي حاجة شباب اسمها المغلطات، هي نوع من أنواع الاعتقاد الخاطئ. والاعتقاد الخاطئ ده شباب معناه يعني إن أنا بقول والله إن مثلا فصل الصيف في مصر هو فصل معتاد الحرارة، أنا معتقد ده غلط طبعا، ممكن أكون معتقده وأنا قاعد في بيتنا لكن مش معتقد وانا نازل الشارع فانا بغلط. فيرد عليا فلان او فلان او فلان يقول لي لا فصل الصيف بالنسبه لك درجه حرارته عاليه، يبقى المغالطه هو نوع من انواع الاعتقاد الخاطئ مهما كانت سبله او مهما كانت طرقه. طيب في عندي حاجه اسمها المغالطه والكذب، هيفرق لك ما بين المغالطه والكذب. تختلف المغالطه او عدم الصحه في التفكير عن الكذب. الكذب قول من الأقوال، قول من الأقوال أو اعتقاد أنا بسميه دايما غير صحيح، يعني بيقول على حاجة على عكس الحقيقة. طيب على عكس الكلام ده يا شباب المغالطة، المغالطة معناها إيه؟ المغالطة معناها الانتقال من مقدمة من المقدمات إلى انتقال لجزء آخر. إيه الجملة اللي مش راكبة على بعضها دي؟ بص يا سيدي، مقدمة إحنا في فصل الصيف، فأنت بتنتقل من فصل الصيف بدرجة الحرارة فصل تاني زي فصل الربيع مثلا. فصل الصيف وليكن درجة الحرارة فيه مرتفعة، فأنت بتقنعنا إن هي معتدلة، فأنت كده رحت من مقدمة لمقدمة أخرى، أو رحت من حقيقة لحقيقة يا شباب أخرى. طيب عندي حاجة اسمها المغالطات، وهي مهمة جدا في حياتنا اليومية. أول مغالطة بتيجي في حياتنا اليومية رقم واحد، مغالطة التطبيق الشائع. احنا كلنا بنغلطها، ليه؟ لما واحد فينا بيعمل حاجة غلط فبنحاول نحط كلمة اسمها ايه؟ كل شخص يفعل ذلك. يعني احنا تقريبا كلنا ماشيين بنفس المبدأ ده، واحد عايز يعمل حاجة وقلقان يعملها فنقول لا ما تخافش يا عم ده الناس كلها بتعملها. يبقى مغالطة التطبيق الشائع معناه كل شخص يفعل ذلك، يعني لو في فلان بيعمل كذا يبقى الجميع يعمل زيه. زي مثلا واحد بيعلم حد ان هو يشرب سجاير مثلا، فاللي مش هيشرب سجاير ده خايف، يلا يا عم ما تخافش يا عم الناس كلها بتشرب سجاير، يحاول ان هو يقنعه. طبعا دي غلطه واسمها مغالطه التطبيق الشائع. في عندي حاجه اسمها رقم اثنين، مغالطه ثانيه اسمها مغالطه الحجه الشخصيه، بنسميها احنا التجريح الشخصي. ايه بقى التجريح الشخصي ده؟ بص يا سيدي، احنا بنهاجم الشخص عن كل ما يصدر منه من اراء، يعني واحد بيطلع اراء فبنهاجمه خلاص، ممكن نهاجمه لمجرد المهاجمه. يبقى مهاجمه الشخص الذي تصدر منه الاخطاء. طيب واحنا بنهاجم بقى الشخص الذي تصدر منه الاخطاء ده، يعني زي ايه مثلا؟ عندي ناتشا ده كان بيتكلم على حاجه اسمها السوبرمان، وفضلوا ان هم يهاجموه بحاجه ان مفيش حاجه اسمها السوبرمان، السوبرمان دي كانت فيلم بس، القوى الخارقه ان واحد يطير مش موجوده في الكوكب يعني. فاحنا هنا هاجمناه، واكبر دليل ان ناتاشا كان غلط ان ناتاشا ده في الاخر دخل مصحه
عقلية جنن يعني. فدي بالنسبة لنا اسمها الحجة الشخصية أو حجة التجريح. في مغالطة تانية اسمها مغالطة الاحتكام، مغالطة الاحتكام إلى الصوت. يعني مغالطة الاحتكام إلى السلطة؟ بص يا ريس، أنا لما أجيب شخص مشهور يعمل لي إعلان لمياه معدنية مثلا، هنا حصلت مغالطة. ليه؟ بص يا منى، اللي يجي على مزاجك في الأكل ممكن ما يجيش على مزاجي، واللي يجي على مزاج رباب ممكن ما يجيش على مزاجي. بمعنى أنت لما بتجيب شخص مشهور شرب المية دي، يبقى هو من وجهة نظره هو كويسة، وده مش معناه انها من وجهه نظر الجميع، هي بتتعلق ببعض الناس المشهورين الذين يعبرون عن اعجابهم ببعض المنتجات. طيب ده احتكام احنا بنسميه غير مبرر. يعني بالبلدي احتكام غير مبرر ان كلنا مفيش حاجه اسمها، متاسف ماشي، مفيش حاجه اسمها ان عشان فلان مشهور فعجبته الميه او فلان مشهور فعجب البيبسي ده يبقى ده معناه انه حاجه سليم. لا، مغلطة في التفكير. في مغلطة تانية عندنا من ضمن المغلطات اسمها مغلطة التقسيم. وما هي مغلطة التقسيم؟ مغلطة التقسيم تقع هذه المغلطة عندما يكون لدينا حكم يصدق على الكل. يعني حكم يصدق على الكل؟ بص يا سيدي، السعودية دولة غنية، إذن أبو أي حاجة من بيكتبوا أساميهم دولت غني جدا. دي مغلطة. ليه مغلطة؟ ما مش معنى أن السعودية بلد غني فكل اللي موجودين فيها أغنياء. على فكرة السعودية وأنت بتسمعني أهو، السعودية لحد النهاردة فيها ناس فقراء. طيب عندي مغلطة تانية اسمها مغالطة التركيب. مغالطة التركيب، وخلي بالك ان مغالطة التركيب عكس مغالطة التقسيم. يعني عكسها. بص يا سيدي، لو جينا قلنا ان كل مواطن في الدولة سيسدد ديونه، فإن الدولة بأكملها سوف تسدد الديون. برضو دي من الحاجات المغالطات اللي ما ينفعش نقولها. ليه ما ينفعش نقولها؟ ما بالعقل يعني. انت هنا لما جيت طبقتها على افراد، صح؟ لو المواطنين، مش معنى ان المواطنين هيسددوا ديونهم يبقى ده الطبيعي او البديهي ان كل الناس هتسدد ديونها في الدولة، او ان الدولة كلها تسدد ديونها. في عندي حاجة اسمها مغالطة تشتيت الانتباه، واحنا بنسميها مغالطة التعمية. يعني ايه مغالطة التعمية؟ بص يا سيدي، هو احنا ينفع نقول ينبغي على القاضي ان يحكم لصالح رئيس مجلس الإدارة لأنه زاد سمعة جيدة مع المساهمين؟ دي مغلطة. ليه مغلطة؟ الراجل مجلس الإدارة ده، لو عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس الإدارة، ما هو بني آدم، ما هو ممكن يكون بيسرع على فكرة. فما ينفعش تقول لي عشان هو ليه سمعة جيدة بين المساهمين فما ينفعش إن احنا نحكم عليه، بالعكس احنا نحكم لصالحه. فمعنى كده يا شباب، مغالطة التعمية دايما تنشأ لتشتيت تركيز الشخص عن المضمون اللي احنا عايزين نوصله. في مغالطة كمان من ضمن المغالطات اسمها كده مغالطة خيال المآت. ايه مغالطة خيال المآت ده؟ الخطأ في الحجة دي يا شباب، رد الفعل دايما يبنى على الرأي بعد تحريف. يعني ايه الرأي بعد تحريف؟ ادي الرأي وادي بعد تحريف. مبدئيا
احمد صلاح قال لي ايه؟ قال لي نعم. قلت له احمد صلاح انت قلت لي ان مثلا الجامعه دي هتاجل امتحانات خالص، هتقعد مثلا لمده سنه عشان في مشكله عندها. فاحمد قال لي لا انا ما قلتلكش كده. احمد قال لي انا قلت لك انا الجامعه هتاجل شهرين عشان في ازمه كورونا، لكن انا ما قلتلكش ان انا هاجل بعد سنه. يبقى مغالطه خالي المهاتر، الراجل قال رايه وانا خدت الراي ده وحرفته وقلته على لسانه، يبقى دي اسمها مغالطه خيال المهاتر. معنى كده اللي انا قلته ملوش اي علاقه خالص باللي هو قاله. مغالطه خيال المئات معنى كده ان انا عندي راي والراي ده بيتقال، بس بيتقال بعد تحريف. حاجه ثانيه، في مغالطه اسمها مغالطه الاحراج او الكذب، ودي بنسميها احنا اخطاء الطرفين المتقابلين. ايه الطرفين المتقابلين دول؟ بص يا سيدي، واحد بيتجوز واحده، فدي الزوجه ديت احتمالين، اما ان تكون جميله اما ان تكون دميمه. لو جميله هتثير غيرته، دي لو هي جميله. أما إذا كانت دميمة وحشة يعني فتثير نفوره. يبقى الزوجة ما ينفعش نقول جميلة دميمة، يعني ما ينفعش صفتين مع بعض، لا، هي يا جميلة يا دميمة. جميلة فدي بتثير غيرته وإن هو كل ما يشوفها بتتكلم حد يغير عليها. أما دميمة فتثير يا شباب تثير نفوره. حد كده؟ حد مش فاهم أنا قلت إيه؟